وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا يذكر فيه بنى الله له بيتا في الجنة. مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Bismillahirrahmanirrahim. Tamma bihamdillahi ta'ala iftitah masjid Maryam Al-Mughni Hafizahullah ta'ala wa Ibrahim Ali An-Nagobi rahimahullah. Al-Mauqi' Daulah Indonesia, wilayah Jawa Al-Wusta, Mantikoh Klaten, Korea Jogonalan. Barakallahu fi man faktum akhlafakum bi khair minhu. ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم وجزاكم الله خير الجزاء. بارك الله فيكم. كن من جموع المحسنين الصالحين المصلحين فتحسنوا جزاؤهم إحسان رب العالمين. كن من جموع المحسنين الصالحين المصلحين فتحسنوا جزاؤهم إحسان رب العالمين. رضي الإله حيا على الصلاة. الله أكبر، جاء النصر والفرج ولا الظلام وهاد النور ينبلج. الله أكبر، جاء النصر والفرج ولا الظلام وهاد النور ينبلج. الله أكبر، من هم ومن كدر ومن ليال مضت بالكرب تعتلج. بعد الفراق الذي أدمى دواخلنا ولم يلح فيه لا فجر ولا بلج، أتى القضاء رضا في حلة لطفات منه القلوب بحمد الله تختلج. جاء البشير وهذا الباب منفتح والدمع بالشكر للمنان يمتزج. الحمد لله، هذا السعد في شفتي شعر يذوب وشوق كله مهج.